من القاهرة أهلا بحضراتكم، دايما نسعد بهذا اللقاء، حلقة استثنائية بالنسبة لي محل الزميلة إلهام نمر إلى حين عودتها من إجازتها في هذا اليوم الثاني من برجب. كل عام وأنتم بخير، هذا هو 9 من مارس. نبدأ هذه الحلقة من القاهرة، ولكن قبل الدخول في فعاليتها كما يقال سنتوقف فيها مع موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول هو إعادة التذكير بيوم الشهيد، سنتخذ من هذا اليوم نموذج، سنستضيف في إحدى الحوارات أو الوقفات الحوارية لهذا اليوم أم إحدى شهداء رجال القوات المسلحة تتحدث عن هذا اليوم، كيف تستقبل هذا اليوم بعد أن فقدت أعظم ما تملك. هذا هو الحوار الأول. الحوار الثاني سنتجه معا إلى الزاوية السياسية، تركيا وأحلامها والصدمات السياسية والخريطة السياسية التي تشكلت أو بالكاد يبدو أنها قد تتشكل في الأيام أو الشهور أو السنوات القادمة حسب عملية الشد والجذب واللأي الكثير بين القوى الإقليمية الحالية في منطقة الشرق الأوسط. نحن أمام هذين الموضوعين، ولكن سنبدأ مع جولة إخبارية قصيرة نتعرف فيها مع حضراتكم عما يدور في مصر من القاهرة. سنخرج لهذا الفاصل ونبدأ في الاستعداد لاستقبال حضراتكم، ابقوا معنا لو سمحتم. أهلا بحضراتكم من جديد، سنبدأ بهذه الجولة الإخبارية. أنا أتوقف فيها مع احتياجات المواطنين، هذا هو الحديث أو هذا هو العنوان اللي اجتمع فيه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. كان الحديث فيها لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتطورات الأمنية والمستجدات السياسية على الصعيد المحلي هنا في مصر وعلى المستوى الإقليمي. الاجتماع تم التوجيه من خلال السيد رئيس الجمهورية على الاستمرار في محاولة بذل المجهود أو الجهد في تثبيت أسعار السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين وعملية التحكم قدر المستطاع في عملية السوق والبيع والشراء والأسعار. هذا هي الوقفة التقريرية الأولى في أولى أخبارنا ومستمرين فيها إلى حين، ابقوا معنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء الخارجية والعدل والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فعالية وكفاءة. السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. كما شدد السيد الرئيس على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة. كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بتطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.
الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها في الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة. وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، حيث شدد السيد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقا مع أعلى المعايير العالمية. الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك بجهودها من أجل خفض عجز الموازنة وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ذهب لوضع إقليل من الزهور على مصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وكان نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إطار احتفالات أو إعادة التذكير بيوم الشهيد. هذا الجانب ارتبط أيضا بإعلان من مجمع البحوث الإسلامية اللي أعلن أن هناك حملة توعوية بينفذها الأزهر الشريف تحت عنوان حق الشهيد بمناسبة إعادة إحياء ذكرى هذا اليوم، من خلال نشر وعاظ الأزهر الشريف في كل محافظات الجمهورية لتوعية الناس بفضل ومكانة الشهداء اللي قدموا أغلى ما يملكون. هذا المشهد كما نشاهده هو التحية العسكرية التي قدمها وزير الدفاع والإنتاج الحربي نيابة عن السيد رئيس الجمهورية. الشق الثاني من هذا الخبر وهو الإعلان الذي تحدث عنه مجمع البحوث الإسلامية. اسمحوا لنا أن نرحب ابتداء بالدكتور محي الدين عفيفي وهو أمين عام مجلس البحوث الإسلامية للحديث عن هذه الحملة. دكتور تحياتي لك ابتداء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور محي، الجزء المرتبط بهذه التوعية، كيف اخترتم الوعاظ؟ وهل هذه الحملة فقط مرتبطة بالعمل أو الوعظ والإرشاد والتذكير في يوم الشهيد أم أنها حملة ممتدة؟ طبعا يعني بالنسبة لهذا اليوم الذي يوافق يوم الاحتفال بالشهيد والشهداء ومكانتهم ويعني منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند المواطنين، وهذه الاحتفالية تستوجب أن نرفع درجة المواطنين خاصة في هذه الأيام بحق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن، وأن نشيد بجهود قواتنا المسلحة الباسلة التي قيدها الله سبحانه وتعالى لحماية أمن واستقرار مصر بالتضامن مع قوات الشرطة المدنية، حيث قدمت قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ليحيا الشعب المصري وليتحقق الاستقرار والاطمئنان. من واجبنا كمواطنين وكمصريين أن نعترف معنويا وحسيا بمكانة هؤلاء الرجال الأبطال الذين سطروا بدمائهم أروع صفحات التاريخ المصري اتصالا بالبطولات التي تقدمها قواتنا المسلحة والتي تمثلت في توفير الأمن والاستقرار وفي حماية التنمية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء مصر، بالتزامن مع يعني تلك الحرب التي تشنها مصر على الإرهاب على جميع الجبهات، والتي أسفرت عن دحر الإرهاب
وعن جهود مصر القوية وعن مصر القوية وعن مصر الحديثة التي تستوجب من المواطنين الوعي لكي يدرك كل مواطن مصري واجباته التي ينبغي أن يقوم بها. أوعاظ الأزهر الشريف يترجمون هذه المعاني من خلال تحركهم في جميع محافظات ومدن وقرى مصر وباللغة التي تتناسب مع كل مستوى معرفي من الناس لرفع درجة الوعي، لأننا بحاجة إلى الوعي القومي وإلى الوعي بالتحديات، ولأن نعرف تاريخنا ونعرف قيمة الجهود التي تقدمها القوات المسلحة وقوات الشرطة وحجم المسؤوليات التي يطلع بها السيد الرئيس في قيادة مصر إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية. دكتور محي، اسمح لي، كان سؤالي في البداية حول هذه الحملة، هل هذه الحملة مرتبطة فقط بيوم الشهيد وإعادة إحياء ذكرى هذا اليوم أم أنها حملة ممتدة؟ طبعا إذا نظرنا إلى الحملة فإننا نجد أنها حملة ممتدة، لأننا نعمل على درجة رفع الوعي القومي لدى كل مواطن، لأننا نؤكد على قيمة الوطن، وبالتالي التأكيد على قيمة الوطن يتحقق عبر مجالات متعددة مثل محاربة الشائعات، مثل يعني بيان الجهود التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة، وبالتالي فإن التوعية بحق الشهيد وبمكانة الشهيد هو جزء أصيل من الحملة الممتدة التي يقودها وعاظ الأزهر الشريف باعتبارهم أحد أجنحة الأزهر الشريف، ويعملون من خلال توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في أهل. نعم دكتور محي، أنا أعتذر هنا عن المقاطعة لو تكرمت وتفضلت علي، يعني ده هيكون متمثل في خطبة الجمعة مثلا؟ أولا اسمح لي أؤكد لحضرتك أن خطبة الجمعة ليست من اختصاص وعاظ الأزهر، وإنما هي من صميم يعني الأوقاف، الأوقاف، ونحن نتعاون مع وزارة الأوقاف من خلال الخطب التي يؤديها وبناء عليه دكتور. نعم. محي، كيف يكون الوعظ والإرشاد؟ هل هي حملات، يعني هذا هو سؤالي دكتور محي لو تكرمت علي، يعني كيف سيكون شكل هذه الحملة؟ من خلال زيارة المساجد، في أي أوقات، من خلال حملات خاصة، يعني كيف سيكون شكل هذه الحملة؟ نعم، أولا اسمح لي أؤكد لحضرتك على جانب مهم ربما يعني يحتاج كثير من المواطنين إلى معرفته. عمل الوعاظ عمل ميداني، عمل وعاظ الأزهر عمل ميداني، والعمل في المساجد من خلال الدروس ومن خطب الجمعة جزء لا يتعدى 10% من المهام المنوطة بالوعاظ، وبالتالي نحن لدينا تعاون مع كل مؤسسات الدولة، مع وزارة الشباب والرياضة، مع وزارة الثقافة، مع وزارة التربية والتعليم، مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة الداخلية، مع وزارة الدفاع من خلال الشؤون المعنوية، مع وزارة التضامن، وبالتالي نحن نتحرك في يعني أماكن ليست بالأماكن النمطية زي المساجد. وصلت الصورة. نعم. أنا بشكرك شكر جزيل دكتور محي الدين عفيفي، وأنت أمين عام مجلس البحوث الإسلامية، على هذه الإطلالة فيما يتعلق بالإعلان الذي تحدث عنه مجمع البحوث الإسلامية بالحملة التوعوية اللي نفذها الأزهر الشريف تحت عنوان حق الشهيد. أشكرك على هذه المداخلة. مستمرين مع حضراتكم في هذه القراءة الإخبارية لبعض ما دار داخل ربوع جمهورية مصر العربية. في هذا الإطار أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية، ده كان في إطار الزيارة اللي قام بها وفد لإحدى الشركات العالمية المعنية بصناعة أو مجال صناعة السيارات. كان هذه الزيارة في الهيئة العربية للتصنيع في إطار أو على اتصال بالزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا إلى ألمانيا، والحديث عن فتح مصر للشركات والاستثمارات الألمانية في كل المجالات. وكان من أبرز الإشارات اللي تم الحديث عنها في زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا هو الحديث عن مصنعي السيارات اللي تشتهر بهم ألمانيا. كيف كانت هذه الزيارة وكيف كان اللقاء وما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد هذه الشركة
يتحدث به معنا عبر الهاتف من القاهرة الفريق الدبماني أم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. سيادة الفريق تحياتي لحضرتك. أهلا بك أستاذ سامر، أهلا بك. سيادة الفريق لو سمحت، الزيارة دي تم الترتيب ليها إزاي علشان تكون موجودة في هذا الإطار؟ هل هي زيارة سابقة لما تم الاتفاق عليه في ألمانيا مع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفود الأخرى المرتبطة بصناعة السيارات، أم أنها جاءت بشكل منفصل؟ لا طبعا هي جاءت في أحد نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، وفي ظل العلاقات المصرية الألمانية اللي تشهد تطور كبير النهاردة، جاءت الزيارة لشركة بي ام دبليو، طبعا دي شركة عملاقة في مجال صناعة السيارات، وجاءت الشركة اللي جاي تتفاوض وتبحث أوجه التعاون لزيادة استثماراتها في مصر. طيب الجزء المرتبط بهذا اللقاء، على ماذا اتفقتم في هذا اللقاء سيادة الفريق؟ يعني الحقيقة هم يعني كان جلسة مباحثات استمرت فترة طويلة. الجانب الألماني شركة بي ام دبليو طبعا شركة ضخمة عملاقة بتعمل في مجالات عدة من ضمنها مجال السيارات، وبحثت أوجه التعاون للاستفادة من حجم المشروعات الضخمة اللي احنا بنشهدها النهارده في مصر، ومن ضمنها صناعة السيارات، بالإضافة إلى الأنظمة الذكية للمدن الحديثة التي تقام في مصر حاليا. نعم سيادة الفريق، الشركة دي معروفة طبعا بما تقدمه، لكن شكل التعاون طبعاً. نعم، ايه اللي هتقدمه الهيئة العربية للتصنيع في التعاون مع هذه الشركة؟ طبعا احنا بنركز في التعاون على مجال التعاون في مجال الصناعة بالتصنيع المشترك، واحنا عندنا مثال في الهيئة العربية للتصنيع شركة الجيب الامريكي المصرية، ودي شركة بقالها 20 سنة بالنجاح الحمد لله بشكل كويس، فاحنا بنبحث على الشركات العالمية المتخصصة لتتعاون معنا في مجال التصنيع لإحداث الطفرة المطلوبة في الصناعة، وده الحقيقة المجال مفتوح وفي إقبال شديد جدا من الشركات الأجنبية من الدول الكثير للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال. نوفق سيادة الفريق الدمان عم التراس، وأنت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، بشكرك على هذه المشاركة سيادة الفريق. هنتحول معكم أو نستمر مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية، هنتوقف بعد مجموعة الأخبار القليلة دي على بعض الأخبار الرقمية، يعني خبر رقمي مرتبط بمجهود وزارة الداخلية زي ما حضراتكم شايفين فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية. الخبر ده قبل ما نقول لحضراتكم الأرقام المرتبطة بعملية تنفيذ الأحكام، ده كان بيان من وزارة الداخلية انه بيتعلق باستراتيجية الوزارة، وهي التي ستعمل على رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب، كما جاء في نص البيان اللي جه من وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بقى عملت ايه نتيجة او تحت هذا العنوان؟ انها قامت بتنفيذ 2 مليون حكم قضائي متنوع، هنقول لحضراتكم تفاصيله بشكل عاجل وسريع. كان منهم 8641 حكم جنائي، انها استطاعت انها تضبط هذا الرقم، وشملت برضك احكام منفذة 8000 حكم، 6041 كان حكم جنائي، ومجموعة تانية كانت 561956 حكم جزئي، وكان فيهم أيضا 109718 حكم مستأنف، وكان فيهم 1,023,662 حكم بالغرامة، و600 أو 261309 أحكام مخالفات، دي اللي أخرجت بيها أو خرجت بيها وزارة الداخلية بيانها، وقالت إنها استطاعت إنها تنفذ 2 مليون حكم قضائي متنوع زي ما ذكرنا أرقامهم لحضراتكم منذ قليل في إطار استراتيجية الوزارة في رفع معدلات تنفيذ الأحكام. خبرنا الأخير في الجولة أظن أنه هو ممكن يكون خبر من الأهمية بمكان أن احنا نتوقف عنه بشكل أو بآخر، هي الحملة اللي خرجت بعد حادث القطار، عملية الوقوف على متعاطي المخدرات والمنشطات. كانت الحملة المرة دي على سائقي حافلات مدارس الأطفال اللي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي النهاردة تحديدا، قالت إنه في 27 حالة، 27 سائق
من سائقي الحافلات المدرسية اللي هي الأتوبيسات المدرسية تم تحويلهم إلى النيابة العامة بعد أنه ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بشكلها المتنوع، وكان في لجنة هي لجنة للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية. قامت الحملة دي بالكشف على 1438 سائق حتى الآن من خلال الفصل الدراسي اللي مستمر مع حضراتكم، مش في كل محافظات الجمهورية لكن في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية، اللي هم 1438 سائق تم الكشف عليهم، تم إثبات تعاطي 27 شخص منهم المخدرات وتم إحالتهم إلى النيابة. بيان اللي قالته السيدة غادة والي وهي وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت ان اللجنة اللي احنا ذكرناها لحضراتكم في سياق الخبر ده، ان اللجنة دي بتقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طول العام الدراسي سواء في فصل الدراسي الاول او في فصل الدراسي الثاني، وانه من يثبت عليه تعاطيه المخدرات بيتم احالته مباشرة الى النيابة في اعادة احياء او على الاقل احياء من خلال العلاقة مع الاعلام انه ده حملة، حسب ما تم فهم هذا الخبر ان هي حملة موجودة بالفعل، ولكن تعاطيها والتعامل معها اعلاميا بهذا الشكل هو نقوص وانذار انه الناس تطمن، وفي نفس الوقت انه السائقين عليهم انه يعرفوا انه يتم التعامل بجدية، سيتم احالة كل من يثبت عليه تعاطي المخدرات في اطار هذه الحملة. دي كانت جولتنا الاخبارية البسيطة والقصيرة. هنبدأ مع حضراتكم بعد الخروج لهذا الفاصل الهدنة القصيرة دي، هنبدأ في هذا الحوار، سنستضيف معنا بعد إذن حضراتكم أم إحدى شهداء القوات المسلحة، رجال القوات المسلحة اللي استشهد في عام 2016 حسب ما أتذكر، سنستضيفها ونتحدث معها عن هذه المشاعر في لقاء إنساني تحت عنوان إحياء ذكرى يوم الشهيد. أرجو أن تبقوا معنا وتستمتعوا بهذا اللقاء.